السنة الثانية على التوالي اللي رانا ننظموا فيها هذه بطولة إفريقية تاع أقل من 16 سنة، ويعني جاتنا العام هذا 16 دولة إفريقية، كانت 29 لاعب و 26 لاعبة أحسن لاعبين على المستوى الإفريقي في هذا الصنف. هو الهدف من هذه البطولة، و يعني الفائز يتأهل البطولة العالمية في تاع 16 سنة على الأقل. هذه الشامبيونة فيها جوار ملاح، تنظمت بيان الجوار بلدان ياسر في إفريقيا، بيان مصر جوار بيان. الهدف إن شاء الله كل نوصل لفينال نديرو دي بون ريزولتا، ومن إن شاء الله حتى في دوبل سامبل ان شاء الله نوصلوا لا فينال ندوها ان شاء الله. عجبتني التنظيم نتاع البطوله والترانات ولي بال، ومعناتها عجبوني وكل، وتنظيم مميز ولوتيل باهي، وهدفنا باش جينا باش نهزوها ونعملوا حاجه باهيين. النهارده ربحت السكند راوند 6-3 6-1. الصراحه تنظيم البطوله جيد، الملاعب كويسه، يعني على طول تترش، على طول تبقى موجودة. الأوتيل في يعني الأوتيل كويس، بتمنى يعني إن أنا أفوز البطولة، أنا مصنف الثاني فممكن أكون مرشح كبير إن أفوز البطولة. Je vois l'organisation c'est bien, c'est formal, c'est bien organisé, tout est confortable et agréable. Mon objectif c'est pour gagner l'expérience. Et pour donner ce que je peux donner dans le cours de tennis.